السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناتنا انجينيرو فيجن. زي ما عودناكم احنا الحمد لله عندنا محتوى متميز جدا. النهاردة جايب لكم موضوع جديد بخصوص الستيك هولدر مانجمنت في مشاريع أشغال. طبعا احنا في كل مشروع بنشتغل فيه لازم بيكون في مجموعة من البيرميتس. المجموعة دي لازم نكون أوير بيها، لازم نكون عارفين إيه البيرميتس اللي بتكون مطلوبة مننا عشان نقدر ننجز مشروعنا بدون دخول في اي مشكله مع الاوثوريتيز المختلفه، زي كهرباء، زي كيو ان بي ان، زي القطر ارميد فورسز. طبعا احنا الكلام ده مش طبيعي ان مهندس عادي يقدر يعرف الكلام ده منه لنفسه بدون احتكاك بالموضوع او بدون ما حد ما يقول له. وبالتالي احنا النهارده جبت لكم على قناتنا معانا المهندس محمد حسن. مهندس محمد حسن مهندس كهرباء، عنده خبرة كبيرة جدا في شغل الستيك هولدر مانجمنت، والراجل يعتبر خبير جدا، خبير في المجال بحكم شغله لفترة طويلة جدا. انا جبت سجلت معاه فيديو مدته ساعتين، ولكن طبعا لطول مدة الفيديو انا مش هقدر ان انا انزل لكم الفيديو مرة واحدة، فانا قطعت لكم الفيديو على كذا جزء. الجزء ده النهارده هنبتدي ندي مقدمه بسيطه عن الستيك هولدر مانجمنت، ويعني ايه ستيك هولدر مانجمنت، وايه الحاجات المطلوبه، وايه البيرميتس المطلوبه، وايه بي ار او، يعني ايه بي ار او، البي ار او ايه الريسبونسابيلتيز بتاعتهم. وهنبتدي بعد كده نتكلم عن شغل البيرميتس المختلفه، ويعني ايه لما اجي اطلع ار او، مين الجهات اللي بتراجع على الار او ده، وايه مراحل استخراجه. وبالتالي انا كمهندس موقع حديث تخرج ان شاء الله باذن الله لما يكون عندي المعرفه دي انا ما يعني مش هقع في مشاكل تواجهني في خلال شغلي، لاني انا كده عرفت ايه مسؤولياتي القانونيه اللي انا المفروض اكون شغال بيها وانا في المشروع بتاعي. طبعا الموضوع ده موضوع مهم جدا، لانه احنا جزء كبير على قناتنا جزء تكنيكال، ولكن مهم جدا ان احنا نعرف ليجالي احنا شغالين قانونا ولا لا. لانه انت لو شغال تكنيكال صح، ولكن انت ليجالي مش مظبوط، فانت ببساطه ممكن مشروعك يقف، ممكن الشرطه توقف لك المشروع، ممكن يحصل لك اي حاجه تعطل لك سير المشروع، وده طبعا مش في مصلحتك كمهندس موقع او كمدير مشروع. فان شاء الله احنا السلسله دي هبتدي انزلها لكم على القناه فيديو ان شاء الله كل اسبوع. اذا عندكم اي استفسار، معانا المهندس محمد حسن مشكورا، الراجل ادانا جزء كبير من وقته، ولكن زي ما قلت لحضراتكم انه الفيديو كساعتين كتير جدا على اي حد، وخصوصا تعتبر وجبة دسمة، ولكنها طبعا مش دي كل حاجة خاصة بالستيك هولدر مانجمنت بلان، لكن دي تعتبر الستيك هولدر مانجمنت، ولكن دي تعتبر النواة اللي تقدر تستند عليها، او الجزء اللي يكفيك معرفته كمهندس موقع انك انت تعرفه عشان مش تعدي بمشروعك لبر الامان. اشكركم شكرا جزيلا لحسن استماعكم ومتابعتكم للقناة، وارجوكم شوفوا الفيديوهات كلها لانها مهمة جدا ومش هتلاقوها في حتة. انا متاكد ان كم المعلومات القيمه اللي حصلنا عليها من المهندس محمد معلومات ممتازه وقيمه، ومن مش من السهل انك انت تلاقيها او انك انت تلاقي حد يقعد معاك ويشرح لك بالبساطه دي الموضوع. فاشكركم شكرا جزيلا مره تانية، واسيبكم حالا مع الفيديو. شكرا. فريندز، احنا عايزين النهارده ندي برزنتيشن على قناتنا على موضوع الستيك هولدر مانجمنت، ونفهم الناس يعني ايه ستيك هولدر انجينير، ويعني ايه ستيك هولدر مانجر، ويعني ايه ستيك هولدر مانجمنت، وهم بيعملوا ايه في المشروع، وايه البيرمتس المطلوبه منهم. ولو في عندنا مثلا مهندس موقع لسه خريج جديد ولسه داخل يشتغل في موقع، فايه البيرمتس اللي بتكون مطلوبه منه. يعني احنا نعرف ان في بيرمتس بتكون قبل الموبيلايزيشن، وبيرمتس بتكون عند الموبيلايزيشن، وبيرمتس بتكون ساعه الكونستراكشن، وبيرمتس بتكون بتاعت الكلوز اوت بتاع المشروع. ف
فعايزينك تدينا برزنتيشن بسيطة كده عن الموضوع ده بحيث تفهم الناس الموضوع. السلايدز اللي عن اللي قدامنا دي حضرتك هتبتدي انك انت تدينا عليها شرح باعتبارك طبعا راجل متخصص، راجل خبير في الموضوع وليك خبرة كبيرة في المجال، وده تخصصك بالدرجة الأولى. فاتفضل حضرتك جو ايدي. الرحمن الرحيم. هو اولا اي حد هيتابع البرنامج ده ان شاء الله يكون مفيد، الوقت اللي فيه قيمه يعني، وتساعد الناس لاي حد حابب في المجال ده. اول حاجه موضوع البي ار او والستيك هولدر مانجمنت سيستم والبلان بتاع اي مشروع بيبقى مهم جدا لاي مشروع مثلا اي مثلا بتاع. تمام. ده بيشغل المشروع من اول ما بيحصل موبيلايزيشن لحد ما بتيجي تعمل دي موبيلايزيشن تاني لاي مشروع. كويس. الموضوع بكل بساطه هو ازاي انا اقدر اخد تصريح لجميع الاعمال القائمه في الموقع، والتصاريح دي بتكون لحاجتين بالظبط، يا اما في مرحله التصاميم يعني قبل ما المشروع بيبدا في الكونستراكشن مرحله التصاميم، وبعدين بقى في مرحله التنفيذ نفسه. احنا هنتكلم النهارده على الجزئيتين دولت بايجاز كده. وطبعا لو هيبقى اي حد ان شاء الله عنده اي استفسار او اي حاجه انت طبعا تقدر تستقبل كل الحاجات دي كلها، واحنا مع بعض لاي حد عايز اي معلومات اضافيه او اي اسئله عنده احنا نقدر نجاوب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا لك يا باشمهندس. عفوا سيد. هو البرزنتيشن ده زي ما انت كده موضح هنبدا نتكلم على الستيك هولدر والبابليك ريليشن اوفيسرز للمشاريع، والموضوع ده مهندس ايمن لجميع مشاريع اشغال، سواء كان اداره مشاريع الطرق او اداره مشاريع الطرق السريعه او اداره مشاريع المباني او اداره مشاريع الصرف الصحي او اداره تصاميم الطرق، يعني مشاريع اداره مشاريع هيئه الاشغال العامه. يعني البروسيدر بيبقى ثابت لجميع الادارات ولا تقصد في الريسبونسابيلتيز؟ لا بتبقى ثابته لكل اي مشروع عندك. طبعا كل مشروع ليه متطلباته وليه احتياجاته، يعني في مشاريع بتتطلب تصاريح كتير جدا، احنا هنتكلم على كل التصريح وكل الاجراءات وكل الخطوات. كل مشروع منفصل بذاته حسب الديسكريبشن بتاعته او حسب المتطلبات اللي فيه، بتطبق الحاجات دي كلها على حسب حاجه المشروع. الكونتنت بتاع البرزنتيشن بتاعنا النهارده او يعني المحتوى بتاعه بيتكلم اول حاجه عن، هنتكلم ان شاء الله على البي ار او والستيك هولدر رولز اند ريسبونسابيلتيز، مسؤوليات اصحاب المصالح، إدارة أصحاب المصالح وموظفين العلاقات العامة خاصين بالتواصل مع السكان. وهنتكلم كمان على السيستم بتاع الـ QDRS اللي هو الـ Qatar Design Review System، إمتى بنستخدمه وإيه إجراءاته بالظبط. والنظام الثالث اللي هو الـ QPRO اللي هو الـ Qatar Permit Road Opening، ده الخاص بتصريح فتح الطريق. والـ Key Stakeholders مين هم أصحاب المصالح بالظبط هنا في الدولة. اول حاجه بالنسبه مهندس ايمن، اول حاجه زي ما اتكلمنا في مرحله التصاميم، اي استشاري ديزاينر بيستخدم على طول الكيو دي ار اس. كيو دي ار اس هو عباره عن رفع المعاملات او رفع التصاميم للمراجعه من جميع الجهات او من جميع اليوتيليتيز ايجنتس اللي هم مزودين الخدمه، يعني عندك من اول كهرباء الكتريك بجميع تخصصاتها والكهرباء ووتر، وبعدين بيجي معاهم الاوريدو والكيو ان بي ان وفودافون والسي ار اي الأنظمة الامنيه. معلش، هو ايه الكيو ان بي ان؟ يعني ايه كيو ان بي ان ويعني ايه سي ار اي؟ جميل. دي اللي هم الهيئات او الجهات الحكوميه اللي بتتعامل في جميع الخدمات. يعني لو اتكلمنا اول حاجه على الكهرباء، طبعا احنا عارفين المؤسسه العامه القطريه للكهرباء والماء بالقسمين بتوعها او التو ديبارتمنت الرئيسيين بتوع الكهرباء اللي هي الكهرباء والمياه. تحت الكهرباء طبعا في ادارات كتيره جدا وفي اقسام كتيره جدا، والمياه كمان نفس الموضوع. لو مسكنا الكهرباء هيبقى عندك اول حاجه اداره البلاننج الكتريكال بلاننج ديبارتمنت، وفي عندك كمان اللي هو الكونستراكشن الكتريكال كونستراكشن ديستريبيوشن كونستراكشن ديبارتمنت، وفي الترانسميشنز كمان ترانسميشن سواء كان ترانسميشن بلاننج او ترانسميشن بروجكت ديبارتمنت والاو اند ام، ده في الكهرباء. الميه نفس النظام، زي ما في عندنا بلاننج للالكتريكال في كمان بلاننج للووتر،
وفي ووتر بروجكت ديبارتمنت وفي او اند ام في الميه وفي الووتر بروجكت ديبارتمنت دي برضو من ضمن الاقسام الخاصه بكهرباء اداره المياه. او اند ام اللي هي اداره الصيانه والتشغيل مش كده؟ تشغيل والصيانه تشغيل والصيانه سواء كان في الكهرباء او في المياه. ده الكهرباء المؤسسه العامه للقطاع الكهرباء والماء. بيجي بعد كده اللي هو الكيو ان بي ان اللي هي شركه قطر الحزم العريضه اللي هم قطر ناشونال برود باند. والقطر ناشونال برود باند هم المعنيين ب في عندنا اتصالات هنا اتصالات حكوميه وفي اتصالات تجاريه للكيو ان بي ان. الاتصالات التجاريه بتاعت الكيو ان بي ان الخاصه بالحزم العريضه سواء كان التلفزيونز او عرض الصوت والعرض الصوت الخاص بالاشتراكات المعينه مع الاتصالات التجاريه دي. وفي اتصالات حكوميه. الاتصالات الحكوميه كان صادر مؤخرا قرار من رئاسه مجلس الوزراء بتكليف الشركه القطريه الحزم العريضه بالاتصالات الحكوميه. الاتصالات الحكوميه ديت هم مسؤولين عن ثلاث اجزاء او ثلاث جهات. اولا الحرس الاميري جزء من الاتصالات الحكوميه لليونيفيد جوفرنمنت نتورك اللي هو الحرس الأميري، وبعدين النظم الأمنية الخاصة بوزارة الداخلية، والقسم الثالث اللي هو نظم الاتصالات الذكية اللي هي الـ ITS اللي هي الـ Intelligent Traffic System. دول ثلاثة اسمهم اتصالات حكومية ملاش أي علاقة خاصة بحاجات خاصة أو بحاجات كوميرشال تجارية، دي على حاجات خاصة بالدولة. بيبقى شبكة الاتصالات الحكومية الموحدة هي الـ UGN Network من اختصاصات شركة قطر الحزم العريضة. فشركة قطر الحزم العريضة من ضمن الجهات اللي بيبقوا موجودين في الـ QDRS System، ودولة اللي هم الـ QNBN. بنيجي بعد كده اللي هي أريدو، هي شركة اتصالات قطر أريدو، ودولة طبعا خاصين بشبكة الاتصالات التجارية اللي احنا عارفينها كلنا. بعد كده عندنا فودافون اللي هو المزود الثاني او المزود الثالث، خلينا نتكلم المزود الثالث للاتصالات التجاريه، فودافون بشبكه فودافون بتاعتها. بيجي بقى الامبريلا بتاع الاتصالات دي كلها اللي هي CRA اللي هي الكوميونيكيشن ريجوليتوري اوثوريتي، هيئه تنظيم الاتصالات. دول زي ما تقول كده الاورجنايزيشن بتاع الاتصالات هنا في الدوله CRA. بعد كده طبعا بيجي لنا قطر ريل اللي هي شركة قطر للسكك الحديدية، دولت من ضمن الـ QDRS System. وكمان من بعض في جهة كمان بتبقى موجودة اللي هي وزارة المواصلات اللي هي الـ MOTC، وفي عندنا كمان الـ قطر Armed Force اللي هي سلاح الإشارة القوات القطرية، القوات المسلحة القطرية سلاح الإشارة. ده الاكثر دي جهات مستقله بتراجع طلب المقاول لما يجي عايز يشتغل في اي مكان، هي دي كل الجهات اللي بتراجع الطلب بتاعه عشان يبتدي شغل مش كده؟ هو بس هنا تصحيح بس معين كده بشمس ايمن، هو ده في مرحله الكيو دي ار اس زي ما اتفقنا، مرحله التصاميم قبل تنفيذ، قبل ما يبدا تنفيذ المشروع. بيبدا يحمل الرسومات التفصيليه بتاعته. يعني دلوقتي الاستشاري عنده تصميم، في تصميم مبدئي، في تصميم تفصيلي. بيبدأ دلوقتي التصميم التفصيلي بعد ما بيتاخد موافقة على موافقة التصميم المبدئي من أشغال، بيبدأ يحمل التصاميم التفصيلية دي على النظام ده عشان ياخد الموافقات. حسب بقى المشروع، هل هو المشروع عبارة عن تصميم شبكة كهرباء بس، ولا تصميم شبكة مية بس، ولا تصميم بنية تحتية كاملة وطرق؟ كل اداره بقى يعني انا زي ما انا يعني انا زي ما انا وانا مهندس مقاول بيبقى عندي تصميم جاي لي من ديزاينر، والتصميم ده بيجي لي انا كمقاول بشتغل وبيبقى عليا سوبرفيجن كونسلتنت. انا نفس الموضوع بيكون في البيرميتس، بيكون برضو في مرحله التصميم في بيرميتس بتطلع، وبعد كده في مرحله التنفيذ في بيرميتس جديده بتطلع، صح كده؟ بالظبط كده يا منصور، بالظبط كده. التصريح اللي بيطلع بقى في مرحله التصاميم اللي هو قبل التنفيذ ده على الـ QDRS اللي هو نظام مراجعة المخططات، تمام، بيتاخد موافقة عليه. طبعا بعد ما بتاخد الموافقات دي كلها بتاخد رقم اسمه في الـ DR، بتاخد DR رقم معين في الـ DR، بيبقى ده معتمد. الـ DR ده بيبقى valid لمدة سنة لبعض الخدمات ما عدا
الكهرباء والمية، يبقى المدة 6 أشهر، والمدة 6 أشهر يعني. طيب انت خدت الموافقات دي والاستشاري خد الموافقات دي، بيبدأ بقى يتحول الخططات دي من رسومات تفصيلية إلى رسومات إنشائية أو رسومات تنفيذية اللي هي الـ IFC drawing أو issued for construction التنفيذ. ممتاز. الموبايل هنا بقى المقاول بدأ يعمل موبايليزيشن لأي موقع لأي مشروع. المقاول مجرد ما استلم الموضوع بيبقى دور المقاول هنا بقى الكيو بروسيس، دخل في مرحلة التنفيذ، يبقى بيخش على تصريح فتح طريق رود اوبن. الرود اوبن هنا بقى يشتغل، مش بيشتغل من نفسه بقى هنا المقاول، بيشتغل على الدي ار اللي احنا كنا لسه اتكلم عليه، خد موافقات من كل الجهات الحكومية او من كل اليوتيليتيز ايجنت دولت والاثوريتيز. يبدا كل الموافقات دي هتتبعها تاني على السيستم مع بعض الدوكيومنتس والمرفقات بتبقى مطلوبة على الكي دي ار سيستم. بيبدا يتراجع من نفس الاثوريتيز اللي احنا ذكرناهم، بس مش بيبقى موجود الام او تي سي، يعني الام او تي سي في الكيو كرو سيستم مش بيبقوا موجودين، لكن كل الجهات اللي قلنا فيها وزاره الانماء بيبقى موجود كهرباء والميه اللي هي كهرباء الادارات بتاعتها، بيبقى موجود كمان الكيو ان بي ان اللي اتكلمنا عليها والاوريدو والفودافون والسي ار اي والكيو اف والقطر ريل. ام سي اللي هي المينستري اوف ترانسبورتيشن، ايوه وزاره الاتصالات، هي الاول كانت وزاره الاتصالات والمعلومات كويس، وزاره المواصلات والاتصالات، دلوقتي طبعا اصبحت وزاره المواصلات. تمام تمام. مينستري اوف ترانسبورتيشن ده حاليا يعني، دي ما بتكونش داخله معانا في الكيو دي ار اس. لا لا، الكيو دي ار اس يبقى شامل كله، يبقى شامل كل الجهات دي. الكيو برو او الار او بيبقى نفسهم بس ما عدا بس المواصلات الام او تي سي بس. تمام تمام. نفس الجهات دي تبقى موجوده في الكيو برو ما عدا المواصلات. اجراءات الكيو برو احنا هنتكلم عليها دلوقتي بالتفصيل حسب النموذج اللي هنشوفه دلوقتي. بيطلع تصريح ازاي، بياخد ابروفال ازاي، بياخد طبعا ابروفال موافقه مشروطه كل جهه. الجهات دي مش بتروح تراجع التصاميم تاني، لا هي ما تراجعش التصاميم تاني، خلاص هي ادت موافقه على التصميم، طول ما التصميم valid او صالح ولسه ما زال في الفاليديشن بتاعته ما خلصتش، بيبدا هو يطلب بيانات تانيه او تعهدات تانيه، زي مثلا في الكهرباء بيطلب الاس اي اس، في الميه بيطلب الابروفد شوب دروينج، النظم الامنيه ساعات بيطلب تعهد لو في حاله ان في اصول او خدمات قائمه في المشروع، ان النظم الامنيه بتطلب من المقاول من خلال اشغال تعهد بالابقاء والمحافظه على الاصول والخدمات القائمه في المشروع من اي تلفيات اي اندرتيكينج ليتر يعني، صح؟ اندرتيكينج ليتر بالظبط، بالمحافظه على الاصول دي كلها. الكيو ان بي ان بيبدا يشوف الموافقه اللي قبل كده، ولو في اي امباكت او في اي شبكه جديده بيبدا يعرف المقاول بكل المتطلبات بتاعته على البورتال او البوابه الخاصه بالكيو ان بي ان. طبعا كل اوتوريتي ليه بورتال على السيستم، وبيبدا يحط الملاحظات بتاعته. الكيو ان بي ان كمان بيطلب اذا كان في اي امباكت بيبدا يعرف المقاول، ولو في اي تعهد مكتوب كمان بيطلبه من المقاول. في الكيو برو بقى الاوريدو بتبدا بتعرض او بتطلب المقاول يدفع الرسوم بتاعت او تكلفه الماتيريال اللي هيستخدمها. يعني الاوريدو عندك دلوقتي شبكه تنفذ شبكه الاوريدو، سواء كانت الشبكه دي جديده او شبكه لتحويل الدايفرجنز الموجوده، الشبكه الموجوده او بروتكشن للشبكه الموجوده، ان انت اي مشروع يبقى فيه طرق، فالطريق ده يا اما ياثر على الشبكه، يا اما هتعمل له تحويلات، يا اما هتعمل له بروتكشن حمايه للشبكه الموجوده، وكل ده حسب الموافقه اللي طالعه على الدي ار. فبيطلع اريده هنا شركه اتصالات قطر بتطلع عرض سعر اللي هي كوتيشن. كوتيشن بياخدها المقاول، بيبدا يدفع الفلوس بتاعتها. بعد ما بيدفع طبعا الفلوس بتاعتها بيبدا من الوير هاوس بتاع اريده يستلم الماتيريال بناء على الرسوم اللي متحدده والتكلفه المتحدده من اريده. ده بالنسبه لاريده والكيو ان بي ان والجهات الاتصالات. ده في عندك طبعا بيبقى في كمان البي دبليو اي او اشغال الاو اند ام والدرينج وال بروجكت ديبارتمنت، بيبقى ليهم بعض المتطلبات في حال وجود شبكات قائمه مطلوب المحافظه عليها، يعني شبكات صرف صحي، شبكات صرف مياه امطار، شبكات معالجه المياه الخاصه بالزراعه،
بيبقى كمان ليهم بعض المتطلبات بتبقى واضحة على السيستم وبتتحط بيبقى المؤول ملزم ان هو تأكيد المعلومات دي صحيحة وان هو ملتزم بالشروط اللي بتبقى مطلوبة على النظام بتاع النظام فتح الطريق. بيجي كمان معنا جهة اللي هي السلاح الإشارة والمصالحة القطرية، بيبقى في بعض المتطلبات هو طبعا مش هيدي موافقة، هو أوريدي مدي لك موافقة وفي رسومات معتمدة وفي كتاب طالع معتمد وكل حاجة. يبدأ هو أول حاجة يشيك على الممر بتاعه، هل الممر بتاعه صحيح اللي هو مفروض نص متر في حرم الطريق، دائما بيبقى أول نص متر في حرم الطريق، بيشوف الشبكة هل هي ستيل فاليد، هل في شبكة جديدة، لأن ساعات بيبقى المشروع بيبدأ بعد فترة التصميم بفترة طويلة شوية فبيبقى في خدمات جديدة دخلت، فهو بيعمل حاجتين، يتأكد إن في شبكة جديدة اتحطت أو مش هتتأثر، وبناء عليه الشبكة الجديدة مش هتتأثر بالمقترح الجديد بتاع الشارع أو بالأعمال اللي مطلوب تنفيذها، وبيدي لك الموافقة بناء على بناء على الموافقة السابقة اللي كانت موجودة. ده السلاح الإشارة. تمام. كده احنا تقريبا اتكلمنا على نظام الكيو دي ار اس والكيو برو. هنتكلم على الايتم رقم 4 هنا اللي هو مين هم اصحاب المصالح في الدولة هنا. ده العرض بتاعنا. هنبدا بس الاول معلش كده ايه هي مسؤوليات البي ار او؟ يبقى ايه مسؤوليات البي ار او من ناحية الاستشاري؟ احنا دلوقتي بنتكلم على الاستشاري الكونسلتنتس. في عنده مسؤوليتين هنا، يا اما بتبقى اول واحده بتبقى التنسيق الداخلي داخل المكتب، المفروض هو بيعمل تواصل مع مهندسين الموقع وتواصل داخلي بما يضمن انسيابيه العمل للتخصص اللي خاص بيه، هو اداره العلاقات العامه والتواصل مع الريزيدنت. ده التواصل بيتم داخل المكتب internally والتنسيق مع الستاف الموجود للمشروع. تمام. تاني حاجة طبعا بيبقى من مسؤوليات أصحاب الموظفين العلاقات العامة في تراكر بيتم أو في زي اكسل شيت بيبقى يا إما ديلي يا إما ويكلي بناء على البروجرس اللي مطلوب إيه بالضبط، تراكر إيه اللي هيتابع للمشروع، ايه اللي هيتم في الاسبوع ده، ايه اللي هيتم في خلال باي ويكلي او مانثلي للمهام او التاسكس المطلوبه منه الموظفين العلاقات العامه. الدور الثالث بيبقى خاص بيهم هم التواصل، موضوع التواصل مع البي ار او بقى البي ار اوز بتوع المقاول، يعني هم كمان دورهم بيبدا يتواصل مع موظفين الاتصالات وموظفين العلاقات العامه اللي خاصين بالمقاول وبيفيدوه بتقارير، سواء كانت التقارير دي تبقى أسبوعية أو نص شهرية، التقارير جميعة المطلوبة هنتكلم برضو فيها شوية بالتفصيل دلوقتي. وكمان بيبقى دوره التواصل مع المقاول بخصوص البيرميتس ريفاليديشن أو التأكد من صلاحية التصاريح الصادرة. في التراكر ده بيحط فين التصاريح المنتهية عشان بيتم مراجعتها وإعادة تفعيلها. ده بالنسبة للتنسيق الداخلي. التنسيق خارجي بقى ده بيكون مع السكان اللي موجودين داخل المشروع. ده طبعا أيمن عارف إن المشاريع بتاعت الهيئة بتبقى يا إما مشاريع في مناطق شبه مطورة أو مشاريع مطورة أو مشاريع مناطق فيرجن أو مناطق مفتوحة. المناطق المفتوحة ما بيكونش فيها سكان نهائي تماما يعني، لكن المناطق المطورة أو المناطق اللي شبه مطورة بيكون فيها سكان وبيكون فيها أصحاب مصالح وبيكون فيها مدارس وبيكون فيها مكاتب وبيكون فيها مراكز صحية وبيكون فيها مدارس، فكل ده بيبقى متطلب تنسيق الخارجي مع مستخدمين المنطقة، أي حد ساكن في المنطقة سواء كان سكن السكن الخاص أو السكن الحكومي، مستخدمين الأراضي الحكومية أو مستخدمين الأراضي الخاصة بيتم التنسيق معه. التنسيق ده بيتم بشكل ان في اشعارات بتتحط لاعمال الحفر. الشغل بتاع اشغال بيبقى جوه حرم الطريق. جوه حرم الطريق بيبقى فيه طبعا انت عارف بيبقى فيه طرق جديده بتتحط، بيبقى فيه بنيه تحتيه. في بنيه تحتيه بتحتاج حفر يوصل لمسافات بعيده يعني او ديب اكسكافيشن، بيبقى ده في نص الشارع
وفي بوابات انشائيه بتبقى موجوده في حرم الطائف، بيبقى في شعار بيتحط بامبليت معين بنموذج معين من اشغال، بيبقى طالع بيتحط فيه رقم الار او اللي موجود، بيتحط فيه ارقام التواصل بتاع الاستشاري والمقاول واشغال، وارقام طبعا التصريح اللي طالعه دي، وده بيبقى موجود على البوابات. ده اسمه الايتس نوتيفيكيشن او اشعارات بوابات الانشائيه، البوابات الانشائيه اللي داخل المشروع. ده اول اشعار. الاشعار الثاني بقى بيتحط بوست نوت على البيوت عند كل بيت اللي هو قريب من اعمال الحفر دي، ده بيديله نبذه عن المشروع، وان طبعا لازم يوضح حيويه ومدى الشارع ده هيتطور ازاي، ومدى المنفعه العامه اللي هتعود على الدوله ومشاريع الهيئه. وارقام التواصل طبعا لازم موجوده بشكل صحيح لمساعده وتخليص اي عقبه ممكن الساكن يلاقيها. الموضوع هنا مش بس ان المقاول يخش يبني ويعطل طبعا مصالح الناس، لا طبعا ما بقاش كده خالص، لازم بيبني علاقات قويه جدا مع السكان ومستخدمين المنطقه، انشاء لغه يكون في لغه تحاور ولغه اتصال بين جميع الاطراف لتسهيل انسيابيه المشروع. فده موضوع التنسيق الخارجي بالنسبه للبي ار او، والتنسيق الداخلي طبعا بيكون مع التيم وورك. مسؤوليات البي ار او في الموقع طبعا التعامل مع السكان، التعامل مع الموجودين طبعا الريزيدنس الموجودين في المنطقه، التواصل معهم بشكل مستمر، استقبال الشكاوي تيجي من الريزيدنس اللي موجودين وحلها باسرع وقت وبما يتناسب مع المشروع يعني. تمام. طبعا من مهمات من مهمه كمان هو يبدا زي ما اتكلمنا بيعمل انيشيالينج دايالوج، لازم يبقى في لغه اتصال ولغه حوار معينه مع السكان والعامه والبلديات وإدارة السلامة المرورية في وزارة الداخلية، وطبعا مع الأشغال وال يعني هل مسؤولية البي ار او ان هو يتواصل مع كمان مع قسم التحويلات المرورية في الترافيك، رغم ان في ترافيك انا اعرف ان في ترافيك انجينير بيكون مسؤول عن الموضوع ده، كمان البي ار او بيتواصلوا مع قسم التحويلات المرورية؟ والله مهندس ايمن هو طبعا هو حاجات في حاجات تكنيكال كتيره مش مهم مش من مهام خالص البي ار او، لكن هو الغرض هنا انه بيكون على اطلاع على الاقل فين التحويلات المروريه الموجوده، عشان لو حد من السكان سال التحويله المروريه دي عباره عن ايه وهتبدا امتى وتخلص امتى، بيبقى دوره بس هو معرفه العلم للعلم بالموضوع. لكن فعلا زي ما انت بتقول كده بيبقى فيه ترافيك انجينير من الجي اي سي، وبيبقى فيه ترافيك انجينير من المقاول، والستيك هولدر كمان المانجمنت بيبقى ليه دور في الموضوع ده كله. ما بقاش الموضوع ما بقاش كله بس على حد معين في البي ار او، لا هو كتيم وورك لازم يبقى عارف ايه موضوع التحويلات المروريه المطلوبه والتعاملات مع البلديه والكلام ده كله، هو تيم وورك كامل على بعض. بس طبعا هو لازم يكون ملم بالاجراءات دي كلها، عشان لو حد من السكان سال او لو حد جه طلب اي معلومات يكون هو عارف عنده اطلاع بالمطلوب يعني للمشروع ده او التحويلات المطلوبه دي. ممتاز. ممتاز، وخصوصا ان في بعض السكان بيقول لك مثلا هو ليه حاطط شارع قدام جاري ومش حاطط الشارع قدامي وقافل عليا، ففي الحاله دي هو يعرف يرد عليه ان هو هو واخد ابروفال من الترافيك ان هو يفتح الشارع من الطريق من الاتجاه ده ويقفل الشارع من الاتجاه الثاني، فيقوم يهدي الساكن شويه لما يعرف ان الموضوع فيه اوثوريتيز والموضوع عشان مصلحته في الاخر يعني. مظبوط. صحيح. طبعا هي عباره عن علاقات عامه، العلاقات العامة دي بتبقى متشعبة جدا، سواء كانت علاقات عامة للسكان أو علاقات عامة مع الجهات الحكومية، هو أو كمان بيبقوا ساعات موظفين اتصالات، لازم طبعا هو يكون على اتصالات مع الناس كلها ويكون على علاقات كويسة مع كل الأطراف بحيث يبقى يضمن انسيابية المشروع وانسيابية البروجريسنج في أي مشروع. طبعا هو كمان التيم الخاص بالبي ار او بيعمل زيارة ميدانية للموقع بشكل مستمر،
يعني عشان نضمن كمان ان مفيش اي عقبات موجوده قدام بيوت الناس، مفيش اي حواجز اسمنتيه او حواجز بلاستيكيه هتاثر على مكان دخول وحركه المستخدمين سكان البيوت. الحاجات دي كلها طبعا بيبقى في زياره يوميه للمشروع. بيعمل طبعا برضو اعمال تنسيق مع الكونستراكشن سوبرفيجن تيم، الاستشاري الاشراف على المشاريع الانشائيه دي. وزي ما تكون لنا برضو هنا بيعمل بلان اند لانشينج اوف بابليك ريليشن بروجرام، بيعمل زي خريطه كده، خريطه هينفذ ازاي اعمال التواصل مع الناس، الطريقه الصحيحه لتوضيح المشروع، ابعاد المشروع، اعمال الحفريات دي ليها تواريخ امتى تبدا وامتى هتخلص، كل الحاجات دي اللي خاصه بالببليسيتي وال مع الريزيدنس تبقى برضو هو بيبقى على اطلاع بيها ويوصل المعلومه للمطلوبه يعني. وبكده نكون وصلنا لنهايه الجزء الاول من موضوع الستيك هولدر مانجمنت. استنوا الجزء الثاني، واذا عندكم اي كومنتس من فضلكم اكتبوا لي في الكومنتس تحت. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.